في كل مجالات الحياة التطور أمر حتمي. بحسب البنك الدولي فإن أكثر من 40% من السكان البالغين وأكثر من 2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خارج النظام المصرفي اليوم، الأمر الذي يبقي الكثير منهم في حالة من الفقر واليأس، وهذا يشكل مشكلة كبيرة في العالم اليوم. ومع ذلك فإن الأوقات الصعبة هي التي تجعلنا مبدعين، نبحث عن حلول جديدة وأفضل. لقد تم تطوير النظام المصرفي منذ أكثر من 60 عاماً، لكن أفكاراً جديدة وتكنولوجيا مبتكرة فتحت الباب أمام تطور القطاع المالي الذي يحمل القدرة على تغيير عالمنا بأكمله. المال الذي نستخدمه اليوم يسمى العملة الورقية، ويأتي هذا المصطلح من فكرة أن يكون الشيك المفترض أو الدولار مدعوماً بالذهب. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve asset. لكن هذا كله تغير في السبعينيات عندما ألغت الحكومة الأمريكية الدعم المباشر للدولار بالذهب. لم تحافظ أي عملة ورقية على قيمتها مع مرور الوقت، والمبدأ سهل هنا. في كل مرة يطبع البنك المركزي المزيد من العملة، تفقد العملة التي في جيوبنا قيمتها، وهذا ما يسمى بالتضخم. بعد سنوات من التضخم والأسواق الغارقة بالدين والإدارة المالية غير مسؤولة وغير المنظمة، كانت العواقب ضخمة وأدت في النهاية للأزمة الاقتصادية لعام 2008، الأزمة التي كان بدورها بداية تطور اقتصادي قوي. لقد ولدت العملة المشفرة. كانت الفكرة وراء العملة المشفرة إنشاء عملة جديدة خالية من التضخم ومستندة إلى نفس مبادئ الذهب، حيث يحدد العرض والطلب قيمتها. فكرة تقوم على الاستفادة من التقدم التكنولوجي الذي يمكن أن يوفر لنا تعاملات أرخص وأسرع وأكثر أمناً. ومنذ ذلك الحين حدث الكثير، وبعد عقد من الزمن بدأت العملة المشفرة في التأثير على عالمنا بأسره. This is a currency, that's really going to work eventually. Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. قانونيا ينظر إليها على أنها سلعة في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي تصنف على أنها أحد الأصول. في أيامنا هذه أدركت كل البنوك الكبرى أهمية هذا النوع من العملات على نظامنا النقدي. والآن تبحث هذه البنوك على طرق مبتكرة لاستخدام العملة المشفرة والتكنولوجيا الأساسية بلوك تشين في النظام المصرفي الحالي. العملة المشفرة لا تزال مفهوماً جديداً للكثير من الناس، لكن هذا الابتكار أصبح شكلاً جديداً ومقبولاً من العملات فقط بشكله الرقمي. ومع ذلك فإن التكنولوجيا الأساسية بلوك تشين هي التي تحمل القدرة على ليس فقط على تغيير نظامنا النقدي، بل وحتى الطريقة التي نعيش فيها في مجتمعنا اليوم. لم يؤمن الكثير من الناس قبل 30 عاماً بالإنترنت، واليوم حوالي 40% من الناس متصلون بالشبكة العنكبوتية. لكن في عام 1995 كانت النسبة أقل من 1%. ما جعل الإنترنت ناجحاً هو أنه كان متاحاً للجميع لإرسال المعلومات إلى جميع أنحاء العالم. بلوك تشين من ناحية أخرى هو إنترنت القيمة، والذي يسمح لنا بإرسال ليس المعلومات وإنما القيمة في غمضة عين إلى جميع أنحاء العالم. الإنترنت هو بروتوكول الاتصالات، بينما بلوك تشين هو بروتوكول تبادل القيمة. الآن يجري استخدام بلوك تشين الذي هو أساساً تكنولوجيا العملة المشفرة في معظم مجالات المجتمع، في سوق الأسهم، في سجلات المبيعات، في معالجة القيود، وبطبيعة الحال في القطاع المالي للمدفوعات والتعاملات، وهذه بضعة أمثلة فقط. الحقبة الجديدة للقطاع المالي التي أنت على وشك اكتشافها هي الجيل الثاني من الإنترنت وبلوك تشين والعملة المشفرة. مستقبل المدفوعات على وشك إحداث ثورة في الاقتصاد الذي نعرفه. حققت عملة بيتكوين زيادة لا تصدق من 2009 لنهاية 2013، وارتفع سعر العملة الواحدة من 0.1 دولار أمريكي إلى أكثر من 1100 دولار أمريكي، والكثير من الناس جمعوا ثروة من وراء ذلك،
وفي نفس الوقت أضاع الكثيرون الفرصة لأنهم افتقروا للمعلومات وكانوا ينظرون بشك تجاه العملة المشفرة. أظهر أوائل المستثمرون ومنذ وقت مبكر أن هناك الكثير من المجال للتحسين في المستقبل، ومع تطور عملات مشفرة جديدة فتحت أبواب جديدة لعملة مشفرة أكثر أماناً وملائمة اسمها وان كوين. مؤسسة الوان كوين هي الدكتورة روجا إغناتوفا التي تمتلك خلفية صلبة في مجال التمويل مع درجة في الماجستير في الاقتصاد ودكتوراه في القانون. هي شريكة سابقة في إدارة عملاء ماكنزي مثل الألاينز، سبيربانك، يونيكريديت والعديد من المؤسسات المالية الكبيرة. درست الدكتورة روجا العديد من العملات المشفرة وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الأشخاص اطلاعاً على الموضوع، صارت خبيرة. شاهدت بوضوح إمكانيات هائلة لخلق عملة مشفرة مبتكرة وأكثر أمناً ومتاحة للجميع، وبدأت بإدخال تحسينات كبيرة من أجل المستقبل بناء على استراتيجية متينة من أجل التوسع عالمياً، حيث تكون هذه التحسينات في تناول الجميع عن طريق عملة الوان كوين. بدأ في سبتمبر 2014 التوزيع عالمياً للمواد التعليمية الخاصة بالعملة المشفرة والتعريف بالوان كوين، وبناء على مبدأ العضوية على أساس الدعوة، وبفضل ريادتها استطاعت الشركة الوصول إلى الملايين من الناس في أكثر من 195 بلداً في مختلف أنحاء العالم. ومنذ 11 من يونيو 2016 تكونت شبكة وان لايف، وهي الشركة الرسمية المسؤولة عن توزيع الباقات التعليمية الخاصة بالعملة المشفرة والقطاع المالي، ويمكن للأعضاء الحصول على العملات الرمزية توكنز للبدء بعملية تعدين وان كوين. خلال السنة التشغيلية الأولى تجاوزت العائدات 1 مليار يورو، وبعد 3 أشهر أخرى تجاوزت 2 مليار يورو. اليوم وبعد حوالي عقد من الزمن هناك العديد من العملات المشفرة في السوق، وبينها بضعة عوامل مشتركة. أولاً، هي تتمتع باللامركزية، الأمر الذي يجعل السوق متناثرة وغير مقبولة في كل مكان. هي مصممة لأشخاص مضاربين ومتداولين محترفين يتمتعون بقدرات تكنولوجية عالية وذكاء تقني فقط، وهم يعتمدون على عوامل خارجية غير مستقرة، مما يجعل السوق غير مستقر أيضا، وهم كذلك يرتكزون أساسا على التداول العام، الأمر الذي يجعلهم عرضة للمضاربة من جهة ويغلق الباب أمام عامة الناس من جهة أخرى. يسمح هذا بجعل التعاملات مجهولة المصدر، وبالتالي من المستحيل تتبعها في حال استخدام غير القانوني، من الصعب دمجها في النظام المالي الحالي. إذن ما الذي يجعل وان كوين مختلفا؟ وان كوين مصمم ليكون مركزيا لكن ليس مملوكا للدولة، الأمر الذي يسمح بالتحكم في نموها ودمجها في النظام النقدي الحالي. وان كوين مبني على استراتيجية تجارية، الأمر الذي يخلق علامة تجارية قوية وعلى سوق عالمي مستقر دون مستوى تذبذب مرتفع. وان كوين قابل للتتبع ومحمي بسياسة اعرف زبونك KYC، الأمر الذي يعطي مستوى من الشفافية. وان كوين يعتمد في المقام الأول على الفائدة. وان كوين يسمح للمالك باستمرار باستخدام المزيد من الوظائف والمنصات المفتوحة من أجل التداول واستخدام العملات، الأمر الذي ينمي السوق ويخلق مستوى أعلى من الطلب على العملة المشفرة في جميع أنحاء العالم. وان كوين سهل الاستخدام ومتاح للجميع، ليس بحاجة لمعدات غالية أو معرفة معينة أو تجارية خاصة. وان كوين سهل الوصول للجميع، يتم توفير التعليم لجميع الأعضاء لتمكينهم من اتخاذ قرارات أسلم ولإعطائهم معلومات كافية في العلوم المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وان كوين يضع معاييراً عالمية جديدة من خلال الدمج المميز والفعال لإجراءات التعرف على الزبون KYC مع نظام Blockchain، الأمر الذي يخلق مستوى عال من الشفافية والأمن. تعتبر هذه الإجراءات خطوة قوية تمهد الطريق لدمج وان كوين بمثابة عملة مشفرة في الاقتصاد العالمي لأول مرة، أو على الأقل هذا هو الهدف. إن وان كوين هو الطريق لمساعدة الأشخاص في الدول النامية للوصول إلى التكنولوجيا والحصول على العملة المشفرة والمعاملات البنكية من خلال العملة المشفرة، ومن ثم لاستغلال الفرص الجديدة في الدول المتطورة. في حين تعتمد معظم العملات المشفرة على المضاربة من خلال التداول العام، فإن وان كوين تركز على الفائدة. بما أن قيمة العملة المشفرة تعتمد على العرض والطلب،
حيثما كلما زادت مساحة الفائدة كلما زادت قيمة العملة. بحسب التوقعات الأولية لعام 2014، فإن قيمة عملة واحدة من ون كوين كانت لتصبح بعد سنة 5 يورو، لكن بعد 10 أشهر فقط تجاوزت قيمته مستوى التوقعات الأولية ووصلت إلى 5.65 يورو. ومن المتوقع أن تزداد قيمة الون كوين خلال السنوات القادمة بناء على الزيادة المستمرة لشبكة المعدنين ماينرز، وأيضا بسبب العديد من الشركات التي ترغب في الوصول إلى الملايين من مالكي الون كوين لعرض منتجاتها وخدماتها، وبالتالي توسيع مجال الفائدة أكثر فأكثر. هذا ليس ضمانا أو وعدا بأي حال، لكن الجانب التاريخي لتطور الون كوين يعد بمستقبل أكثر إثارة، ويمكن للمجتمع الحديث بأكمله والأجيال القادمة الاستفادة منه. إذن كيف يمكن للمرء أن يبدأ؟ من خلال الانضمام لشبكة One Life Network ستحصل على تعليم مالي من الدرجة الأولى، الأمر الذي يمكنك من أن تصبح معدنا محترفا. تأتي الباقات التعليمية في 7 مستويات مختلفة، بدءا ب 140 يورو وحتى 27530 يورو. كل منها تعرض نموذجا مختلفا من التعليم المالي والتجاري والتعليم الخاص بالعملة المشفرة. تحصل في كل مستوى تعليمي على مبلغ من العملة الرمزية بحسب الباقة التعليمية المشترى، كما يتم تأهيلك لواحد أو أكثر من الانقسامات. في كل انقسام يتضاعف مبلغ العملة الرمزية خاصتك وتتولد المزيد من القطع النقدية، وعندما يتم الانقسام للعملة الرمزية ستتمكن من رفعها للتجمع التعديني ببضعة نقرات للبدء بعملية تعدين ون كوين. كما أن شبكة ون لايف تقدم مجموعات مفيدة من الباقات التعليمية، هذه المجموعات تتيح لك الوصول للتعدين الأوتوماتيكي، حيث تستطيع الانضمام للتجمع التعديني مباشرة ودون الانتظار للانقسامات. بالإضافة للتعدين الأوتوماتيكي، فإن هذه المجموعات الاستراتيجية قد تولد لك المزيد من الانقسامات والعملة الرمزية، وبالتالي المزيد من ون كوين. وبصرف النظر عن الباقات التعليمية، فإن ون لايف قدمت أول منتج مادي متاح للعطاء يسهل الوصول للسوق الافتراضي، وهو ون تابلت. هو جهاز ذكي محمول يمكن استخدامه على أساس يومي، ويساعد على تعزيز عملية التعليم والتداول وشبك الأنشطة التجارية مع أي عضو على شبكة ون لايف. ويأتي جهاز ون تابلت بتصميم جميل وخصائص ذكية. ومع النمو الهائل الذي حققته الشركة، فإن الشركة كرست نفسها لإعطاء المزيد ليس فقط لأعضائها بل للمجتمع. مؤسسات ون وورلد فاونديشن، حيث تتبرع الكثير من شركات وأعضاء شبكة ون لايف بشكل مستمر لتمكين ومساعدة الأطفال على تحقيق إمكاناتهم من خلال التعليم والدعم على المدى الطويل. تحمل العملة المشفرة وسوقها المالي القدرة على إنشاء المصرفية لاثنان مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى النظام المصرفي بحسب البنك الدولي. إنه واحد من أكثر الأسواق الناشئة اليوم، والذي يستطيع سد العجز لغير المتعاملين مع البنوك في النظام المالي ببساطة عن طريق استخدام الهاتف. يمكنه إزالة الشخص الوسيط الذي يمكن أن يتقاضى رسوماً مرتفعة على التحويلات والمدفوعات العابرة للحدود، حيث أن متوسط هكذا الرسوم هو 7.7%، ويمكن أن تصل إلى 29% وتأخذ عدة أيام أيضاً. يساعد الناس على ضمان أصولهم وزيادة رأس المال في سوق سريعة النمو للغاية. ما معنى خلق القيمة للون كوين لتلبية احتياجات السوق العام التقليدي؟ فإن ون كوين سيعدل قيمته 120 مليار قطعة نقدية، بالإضافة لبلوك تشين الفعال والمتطور، بالتالي يسمح بالتعاملات سريعة للغاية. شبكة متنامية باستمرار تخلق علامة تجارية متينة، بالإضافة لعدد متزايد من التجار الذين يرغبون بالوصول للملايين من مالكي ون كوين. ساحة متنامية للفائدة باستمرار. هذه العوامل تعطي القطع النقدية قيمتها، وعندما تصبح الون كوين علنية التداول فإن السوق موجود مسبقا ومنتشر عالميا، لذلك فإن زيادة القيمة تصبح على الأغلب حقيقية. إن ون كوين اجتماعي وعالمي سهل الوصول من خلال شبكة ون لايف. تحمل وسائل التواصل الاجتماعي قدرة هائلة على التأثير، وتستطيع أن تغير السوق. هل تتذكر نتسكيب وياهو؟ أصبحت محركات البحث هذه منسية مع سيطرة جوجل العملاق على السوق كليا، وتقديمها برمجيات متطورة وسهلة الاستخدام.
هل تتذكر ماي سبيس؟ أصبحت منصة الشبكة الاجتماعية مناسبة مع سيطرة فيسبوك على كامل السوق. لم تستخدم هاتان الشركتان العملاقتان الدعاية للوصول إلى الناس، نمت هاتان الشركتان بالاعتماد على الثقة والنتائج وعلى أكثر العناصر قوة، المستخدمين الراضين وتناقل الناس. نفس الشيء تشهده ونكوين حاليا. الآن لديك فرصة قوية وشفافة، تستطيع أن تنضم إلى ملايين المعدنين والمتعاملين والتجار لتعديل العملات وتنويع استثماراتك ووضع نفسك في المستقبل القادم. مع هذه المعلومات تستطيع أن تكون في طليعة العصر الجديد، سوق متنامية على وشك أن تغير الاقتصاد العالمي. تستند صناعة القرار على المعلومات، تستطيع الآن الاستفادة من المعلومات المقدمة، لذلك تأكد من الإجابة على أسئلتك من قبل الشخص الذي عرض لك هذا الفيديو. لكن ضع في اعتبارك ألا تسأل فيما إذا كانت العملة مشفرة ستحدث تأثيراً في اقتصاد المستقبل، لكن اسأل فيما إذا كنت مستعداً للحقبة الاقتصادية الجديدة. إذا كنت مستعداً فتأكد من الانضمام للثورة المالية وكن جزءاً من العملة المشفرة النامية بسرعة في العالم. One coin.